يا بنت عمي بلكي هيك مستعجل موضوع العرس. هاي جهازك وصار موجود ومفروض بالغرفة، ومرتي وحلالي إما بقي غير نقعد أنا وأنتي بالغرفة ونظبط وضع بعض. شو يا درصانة؟ خجلتي؟ ليكون ما أنك مستعجلة على العرس قدي ها؟ لا مو هيك، بس أنت لبكتني. سبحان الذي خلقك على هالجمال. إيه ما يبلى النيلي، مو مثل هي السرنوة عسرة. كرمال الله لا تحكي على أمي، والله إذا بتسمعك عم تقول عنها سرنوة لتفركش الجوازة كلها. لك شو أنت متجوزة مين ما كان؟ أنا عزات أفندي، أنا نص الداخلية بترجف قصب لما بتحكي معي، بدها تحترمني وهي عم تضحك. مساء الخير صهري. قومي قومي اطوي الغسيلات، تارت يمن الظهر على التخت، يلا لشوف. أهلين أهلين مرت عمي، أهلين أهلين حماتي. بصراحة أنا كنت عم بحكي مع غادة وكنت عم خبرها أنه نحن لازم وضروري نستعجل بموضوع العرس ونعمله عن قريب. عرس؟ عرس والعالم كله حزنانة؟ أنت شو صاير له؟ مو عيب؟ ما حبيتها منك بنوب بنوب؟ قال أفندي بيفهم بالأصول قال. ونحن شو خصنا بالحزن؟ يو يو قال شو خصنا بالحزن؟ نحن اللي خصنا بالحزن. أنت عارفان بنت مين أخي؟ لك بنت أبو غسان. فتح عينك الوحدة هالقدة علي شوفك. أنا ما بسمح بنوب بنوب إنه اسمه ينزل لو شو من كان يكون. شو بدك العالم تحكي علينا طالت. طيب شو رأيك بلا العرس ومنعمل ليلة الدخلة؟ دخلة بالعرس؟ يي يي يا وجع راس. انت شو بدك انت؟ بدك تفضحني بين اهلياتي وبين اهل الحارة؟ لك شو صار لك؟ جانين 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 انت؟ لا والله ما هيك قصدت يا حماتي. شو ما قصدت؟ عامل لي فيه افندي وفهمان. يا عيب الشوم عليك. سكرنا قايمة نام. اخ يلا تصبح على خير. سكر الباب وراك منيح. درسوا ها. اصحى.